واك تعيش بخير وعلى خير فرنسا كلتي عبد لابلاص وفرنسا شي مشكل مع واحد القاوليه ما بغاش تجيب لي ولادي في عربيين دارتهم فرنساويين تخاصمت معاه وحكموا عليا في تريبولي هنا المغرب وما مع كبرت في السن ما عندي لا خدمه لا ما ايوا بقيت هكا عندي الوالده في فرنسا كتصرف لي شويه الفلوس قالت لي خصك تزوج وهذه تزوج مع المغربيه ولا تهدف لي هذه اللي كتشوف فيها هي الساق هاي صدقت ماما ما مزيانه حتى هي هربت عليا انا وليت كن شنو كنتي كدير في فرنسا؟ كنت خدام في ريستوران خدام في القهوه ريستوران ديال القاوريه ماشي ديالي انا خدام عندها حيت متزوج معاها سون بابي بلا اوراق داكشي عيب ولادك اللي في فرنسا شحال عندهم من عام؟ دابا كبروا والله ما نكذب عليك دابا عندهم اخرى عندها شي 28 واخرى عندها شي 34 عام كبروا راه مزوجين دابا مزوجين اولياء انت قاولية انا و ليس بهذا الشيء اللي رزق الله مرة 600 مرة 800 جامي والو ما عمر تفكروا لينا والو والو انا وابني يسار اللي صورته هي اللي كانت شبيه ليها ما تاكل صار حتى المدرسه ما كندخلهاش ليها قال لي مريضه حيت هي مريضه عند التوحد مريضه ولي مريضه ديني الجمعيه ما داروا ليها والو دخلت الجمعيه ما داروا ليها والو خلطوها مع دوك المعاقين انا نرد فيها عندك من الحاشا تقطعت لها الشعر شعرة كان طويلة انا هنا سالي تدمي بان و تقلبات بيا الدنيا انا اخوك عم راح ما كاع الناس كيعرفوني هنا كلشي بخير و المطيب ديالي هي عند انا عندي 66 عام جيت من 1952 هاي اش بقى لي ما نعيش ولي فين غتبقى يتيمة كون علقيت شي جمعية دخلوا ليا ولا حاجة والله ولي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.